طبعا هذا العمل يؤكد المعاناة والإشكاليات الأمنية التي تعانيها ليبيا وتحديدا الجنوب الليبي. هذه المنطقة الواسعة والتي تشكل مساحة كبيرة من ليبيا مترامية الأطراف، مساحة شاسعة تطل على دول أفريقية تنشط فيها الجماعات الإرهابية وتنتشر فيها أعمال التهريب والأنشطة غير الشرعية. فحقيقة هذا التفجير يأتي ليصب في أو يؤكد الحاجة إلى بعث الأمن والاستقرار في الجنوب الليبي، ليس من أجل ليبيا فقط بل من أجل الدول الجوار وأيضا أوروبا وأيضا جنوب الصحراء. فحقيقة هذا ما الرسالة؟ أي رسالة يمكن أن توجهها هذه التنظيمات اليوم ولمن تحديدا قد توجه في هذه المرحلة الحساسة في ليبيا؟ نعم، طبعا هذه التنظيمات طبعا تنظيمات دولية انتشرت في عدة بقاع من المنطقة، سواء في الشرق الأوسط أو في جنوب الصحراء أو في الساحل. حقيقة رسائل واضحة مفادها أنها طبعا موجودة وأنها قادرة على القيام بأعمالها، وهذا حقيقة موضوع مهم جدا يتطلب بذل الجهود وأيضا يتطلب تكاتف المجهودات الدولية، وخاصة أن ليبيا حقيقة تعاني منذ 2011 من الانفلات الأمني وخاصة في المنطقة الجنوبية. وهذا حقيقة ما أشار إليه أيضا وزير الخارجية الداخلية السابق عندما اتهم بريطانيا وفرنسا بأنهم حقيقة أسقطوا النظام ولم يقوموا بدورهم تجاه الشعب الليبي. حقيقة أيضا هناك دول أخرى حقيقة دورها غير ليس لها دور غائب من أجل دعم الاستقرار في ليبيا، وهذا ما حقيقة نتحدث عنه دائما. نعم، طيب، في ظل هذا الانفلات الأمني الذي تتحدث عنه، وكما تعلم هناك مسلحين وهناك مرتزقة منتشرين في كافة أرجاء ليبيا، هل تتوقع أن يتم جذب هؤلاء أكثر من قبل هذه التنظيمات؟ وكيف يمكن أن تؤثر على سير الأمور أمنيا وسياسيا في ليبيا؟ نعم، هو أي وجود غير شرعي، أي وجود سلاح خارج سلطة الدولة، أي ضعف في المؤسسات الأمنية في أي دولة وفي ليبيا والمؤسسات العسكرية، حقيقة هذا رسالة يعني مفادها أن الفوضى سوف تتعمق وأن الإرهاب سوف يزداد، وأيضا يعني رسالة واضحة من أجل دعم استقرار ليبيا وأيضا دعم مراقبة الحدود وأيضا يعني استقرار ليبيا هو استقرار لمنطقة البحر المتوسط وإلى دول الجوار. فحقيقة هذا أمر مهم جدا، لابد من دعم المؤسسات الليبية، دعم الاستقرار في ليبيا، أيضا العمل على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وأيضا موضوع الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني من خلال الانتخابات التي يفترض أن تتم في 24 ديسمبر 2021. هذه كلها قضايا مهمة لابد أن وقد وأكثرها لا تزال عالقة كما تعلم أستاذ إدريس. أكثرها لا تزال عالقة، وتحديدا نقطة توحيد المؤسسة العسكرية وأيضا الانقسام بين الشرق والغرب الليبي. هل يكتفي أو تكتفي الحكومة الليبية اليوم المؤقتة برئاسة عبد الحميد أدبيبة بالإعلان عن الحرب على هذه الجماعات؟ أليس من الأولى توحيد صفوف الليبيين وتوحيد الجيش الليبي من أجل تسهيل هذه الأمور الأمنية؟
نعم بالفعل، يعني هذا السؤال في محله. حقيقة حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي قالت على نفسها توحيد البلاد، وأيضا توحيد المؤسسة العسكرية، وأيضا إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وأيضا المصالحة، وأيضا تجهيز للانتخابات. فما لم تتمكن حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من توحيد المؤسسة العسكرية، وهناك مجهودات حقيقة تبذل من لجنة 5+5، وهناك بوادر حقيقة يعني بعد وقف الحرب في شهر 11/2020، يعني هناك مجهودات، لكن حقيقة لابد من إعادة النظر، وأيضا لابد من الدعم الدولي حقيقة، تأكيد يعني إرسال رسائل من قبل الأمم المتحدة والدول الكبرى للمعرقلين للمسار السياسي، وهذا المسار السياسي الذي يتبخض عنه المسار العسكري. المسار العسكري يسير ايضا، ولكن لابد من 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 ضغط زياده الضغط، وايضا لابد من تركيز حكومه الوحده الوطنيه على دمج المجموعات المسلحه، وايضا الاستفاده من امكانيات القوات المسلحه الموجوده حقيقه التي بدات نواتها. فلابد من ترك الخلافات والمصالح الضيقة والالتفات إلى هذه المجهودات ودعم المؤسسة العسكرية. يعني شاهدنا بالأمس تخريج دفعات في مصراتة، وأيضا قبلها احتفال في الشرق، وأيضا تخريج دفعات أيضا في الشرق. هؤلاء كلهم أبناء ليبيا، هؤلاء كلهم شباب جدد عسكريين في المؤسسة العسكرية، هم مكسب إلى الدولة الليبية، بعيدا عن الانقسامات وبعيدا عن الخلافات التي حقيقة أخرت البلاد، وحقيقة يتحمل مسؤوليتها أطراف معينة. نعم، أشكرك جزيل الشكر. من طرابلس إدريس حميد، صحفي ومتابع للشأن السياسي.